مما ورد أيضا من الأسئلة: ما حكم بيع الوقود في محطات الوقود للمسافرين وقت الجمعة؟ وكذلك حكم بيع الأدوية في الصيدليات وقت الجمعة. هنا وقت البيع وقت صلاة الجمعة غير جائز للآية في سورة الجمعة نصت عليه ومنعت ونهى الله تعالى عنه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع واتركوا البيع. لابد من يعني يحرم البيع في هذا الوقت، يحرم البيع في هذا الوقت، فبالتالي لا يجوز البيع وتعاطي البيع وغير من في هذا الوقت. لمن طبعا هنا المنع من البيع جاء في سياق وجوب صلاة الجمعة والسعي إليها، فبالتالي يمنع من البيع من يجب عليه صلاة الجمعة كما ذكر الفقهاء. فمن تجب عليه صلاة الجمعة يحرم عليه البيع والشراء، يحرم عليه البيع والشراء في هذا الوقت، وأن نتعاطى معه بيعا وشراء حتى ولو كان أحدهما يعني تجب عليه والآخر لا. فمن تجب عليه صلاة الجمعة يمنع يعني من صلاة عفوا من عقد بيع في هذا الوقت. فبالتالي مثلا كما ذكر السائل محطات الوقود لا شك أن فيها عادة الرجال يبيع الوقود ويتقاضى ثمنه، فهذا لابد أن يعني أن يصلي صلاة الجمعة، لابد أن يصلي صلاة الجمعة. ولعل المساجد مختلفة في أوقاتها وقت الخروج وكذا، يعني بالإمكان إذا وقف هذا الشيء في يعني ربع ساعة ولا ثلث ساعة وقت صلاة الجمعة ممكن يجد شيء آخر، مازال ما بالإمكان يعني يدرك جامع آخر أو البائع فيه يدرك مسجد آخر وكذا، فلا بأس. لكن إذا كان القائم على بيع الوقود ممن تجب عليه صلاة الجمعة فأنا غير يعني لا يجوز له الاشتغال بهذا العمل، يعني وترك صلاة الجمعة لأجل بيع الوقود. ربما يقال ضرورة وحاجة المسافر وكذا، لكن هي حاجة المسافر بتاع ربع ساعة وإلا ثلث ساعة، لو انتظرها ما يضرهاش، عادة لا يضره إقفال الشيء في هذا الفترة، يعني حتى لو قلنا نصف ساعة من الزمان هذا لا يضر والله أعلم. كذلك ومثلها الصيدليات، صيدلية فإذا كان يعني من يبيع فيها ممن تجب عليه صلاة الجمعة فلا يجوز. هنا في مسألة الوقود ربما يعني يشتري الوقود ما هو من هو مسافر فلا تجب عليه صلاة الجمعة، نعم، لكن البائع له هو ممن تجب عليه غالبا صلاة الجمعة فبالتالي لا يجوز له. كذلك هنا في الصيدليات نعم إذا كانت مثلا تبيع فيها يعني امرأة ف لا يمنع، ولكن من يشتري منها إذا كان النساء تبيع لبعض فجائز، لكن أن يبيع الرجال فيها وقت صلاة الجمعة فغير جائز والله أعلم. بالتالي هي مسألة يعني البيع في وقت صلاة الجمعة وهو وقت قصير ربما لا تتعطل به يعني ولا يحدث كبير ضرر على في هذه الأحوال، إقفال الصيدلية وإلا الشيل وإلا ما شابهه أو محطات الوقود يعني أو غيرها في نصف ساعة وكذا، هذا عادة لا يتضرر به الناس والله أعلم.